وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج نبض الشارع. موضوعنا اليوم يتعلق بالسجائر المهربة أو ما يعرف لأسواقنا بالدخان الزيري. شنو مصادره؟ شنو مسالك التوزيع بتاعه؟ شنو المضار بتاعه الصحية والاقتصادية؟ هذا باش تكتشفوه في هذا العدد الجديد من برنامج نبض الشارع. التهريب ظاهرة تعرفها البلاد التونسية منذ عقود، ويعتبرها البعض من متساكني الشريط الحدودي مورد رزق أساسي نتيجة هشاشة الوضع الاقتصادي وضعف موارد التنمية بالجهات المحاذية للشريط الحدودي الليبي والجزائري. ولأن يعتبرها ممتهنوها مصدر عيش، فهي أيضا مصدر ثراء سريع وسهل لدى البعض الآخر، في حين يعد التهريب من أكبر العوائق أمام النمو الاقتصادي للبلاد ومن أسباب نقص موارد خزينة الدولة وعائق أمام الاستثمار وإيجاد الحلول الكفيلة لحد من ظاهرة البطالة، وهو أيضا عائق أمام الصناعيين والتجار الذين ينشطون في أطر قانونية ويسبب لهم منافسة غير شرعية. في الجانب الآخر يرى ممتهن التهريب عكس ذلك بكل بساطة. بالنسبة لك أنت تدبر في رأسك، ما أنا أجيب في شوية سلعة من ليبيا من ليبيا، وديما باش تقعد السلعة هذه راه نقول لك حاجة خويا، ولا حبة من حبة وكرهها من كره. وبالنسبة لنا احنا حتى كان نمشي ضحايا السلعة ما بيننا احنا وليبيا باش تقعد بورتو جور، يحبوا يخلصوا بأمور قانونية وحاجة رمزية متفاهمين، يحبوا يخلونا كيما قبل، مرة نخلصوا مرة لا. أما باش يجي واحد يحكم بحكام يقول لي كهرباء ب 100 وكهرباء ب 150 ويرمي في جيبه، لا ماناش مستعدين لها الحاجة هذه. توضح لنا هذه الكهرباء ب 150، شكون اللي عاملين التسعيرة وكيفاش العملية؟ الديوانة في راس جدير مع كامل احتراماتي له، أول حاجة يجي لا يفتشك لا يقول لك أعطيني أوراق الكهرباء، لا يقول لك حتى شيء، يقول لك ترجع وتدور علي من الصحراء. شو معناه؟ لا تفتشني، تدري ايش أقوى حاجة عرفت؟ تعرف فتشني، جايك على الكياس فتشني، اخدم خدمتك وتقول لي تفضل. كيف عندي حاجة ممنوعة، حاجة تضر البلاد، أنا أتحمل مسؤوليتي فيها. ما نحبوا لا اعتصامات، نحبوا لا مشاكل، ناس نخدموا أرواحنا نظاف. معروفين في رجدير بسامين وقايدين نمشوا ليبيا ونجو، ناس كلها نظيفه تحب تاكل خبزه ترد معروف. انت شنو تدخل؟ شنو الحاجه انا قاعد ندخل في الغذائيه جميع انواعها، مستحيل ندخلوا حاجه شويه غذائيه كل ندخلوا فيها، كل واحد يجيب شويه. عندي كهرباء هنا، قال لي برا دور بالصحراء، تفضل فرج عليها الكهرباء، قال لك برا الدور بالصحراء ما تجينيش على الكياس. شو معناها ندير بالصحراء؟ معناش نعبي الممنوع اللي يضر البلاد وندور به بالصحراء؟ معقول هذا؟ نخدم في برشا مواضيع، يقول لك التهريب، كل شيء قاعد، الخضره غليت بالتهريب، الحليب غليت بالتهريب، الماء غليت بالتهريب، معناها الدويات كلها مش موجوده خاطر التهريب. فهمونا في الحكايه دي. جميع واحد يجيك على الكياس تسميه مهرب في القانون، واحد جاي على الكياس جميع يكون مهرب. المهرب راه ما يسماش شيء على الطريق. خلينا المهرب راه عمره ما يجي من هنا على الطريق. المهرب كلمه الارهاب، الامريكان والغرب استعملونا كلمه الارهاب، ما فماش ارهاب كيما نحن استعملونا تو كلمه مهربين. تهريب ناس نجوا على الكياس، كيفاش مهرب يجي على الكياس؟ شكون اللي دمر تونس؟ ما اللي كانوا في عهد الطرابلسيه قبل البنان ما يدخلش، منعنا من هزال الفوسفات، بعتالي حتى باش نجيبوا ما نهزوش، لا بنجيبوا غصب عنهم. زاده رئيس كل عملنا معامل، كان احنا ما عملناش معامل. علاش احنا عايشنا رشدير؟ هو عايشين بين كرتشتين، كرتشتين عايشين بنادم يعني كرتوش والله بكرتوش ينحب علينا كرتوش. نقول لك هذه في بلاد مالو كان عايشين ما نمشيو لهمش باش يضربونا بالكرتوش تبعني ويسمعوا فيه في الكلام. هيك ممنوعه هيك، بالك دمي واحد، بالك سم مدخلين لتونس احنا، بالك سمك ترى. شوف شنو هذا زرابي راه تعليل. نقول ليك مسالين يا رسول الله، ما كرتوش نوق علاد وين ماشي.
ديروا لنا حل كيفاش نخدموا، ديروا لنا كميه، ديروا لنا ترخيص، ديروا لنا حل. قال لك ما نعطيك شيء. شنو هو المورد باش ناكلوا منه؟ ما عندك شيء. شنو هو المورد باش ناكلوا منه؟ كان جيت قيدت قيدت والله ما صورت حاجه. فهمتني؟ قلنا له خلصنا ديرنا خلاص على الديوانه، خلاص رمزي عادي خلصوا. اكثر من بالنسبه لنا اكثر من السلعه اللي يجيبوا فيها من ليبيا راه ما عندنا شيء في بنقردان. الناس لا نتاع مشاكل لا نتاع شيء، الناس نخدموا على رواحنا، الناس نحبوا. ما راكش سمعت بها مشاكل في بنقردان على خاطر ما عمرنا ما عندنا حتى مشاكل. ثم الناس اللي قاعد تدخل في الدروغ، تدخل في السلاح. لا يفتش 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 لا ما عندنا الناس نضاف مع ربيهم. عندهم النظم سايبه كيف ناكلوا في الخبز. ما حبش تنظمها، ما حبش تنظمها. يدخل في المليارات ويدخل في السلاح ويدخل. ما حبش تنظمها. فتش فتش سامحنا بلا. عندهم اسكانر هم في رشيد. اللي عنده اسكانر ما تبدل حتى شيء. الزوال يفكوا له، واللي عنده شكون وشكون يخاف منه حكى علي خليه يتعدى انا كنت نتعب في جرت من الاخ. تعددت مسالك التهريب على امتداد الشريط الحدودي الليبي والجزائري، وتتنوع البضائع من البلدان الإفريقية في جنوب الصحراء، منها خاصة السجائر الأجنبية الصنع والمقلدة في الغالب. بالنسبة توا الإفريقية، إفريقيا نوجد حسب هذا الأحصائيات متاع منظمة الصحة العالمية أنه سنويا إفريقيا تستهلك ما يقارب 400 مليار سيجارة. ال 400 مليار سيجارة منها 60 مليار سيجارة مقلدة، هذه النسبة متاع التقليد. 60 مليار سيجارة. توا الغريب في الأمر وأنه نوجد أن بلدان شمال إفريقيا هي اللي تستهلك النسبة الكبيرة من هالكمية. هذه إيش تستهلك؟ تستهلك ما يقارب 176 مليار سيجارة. شكون؟ مصر، تونس، المغرب، ليبيا والجزائر. النسبة متاع السجائر اللي هي مقلدة وتدخل للبلدان الخمسة هذوما ما يقارب 26 مليار و400 مليون سيجارة تدخل لنا للبلدان الخمسة هذه. ونحن اليوم معناتها النسبة اللي نستهلكوا فيها بالنسبة لإفريقيا الخمسة بلدان يستهلكوا 44%. باهي توا نجو للأطراف اللي هي ضالعة. الأطراف هذه متعددة اللي ضالعة في التجارة هذه. أطراف حكومية فاسدة، عصابات الفساد داخل الحكومات هذه ضالعة موجود طبعا. ثم الجهات أطراف فاسدة في الحكومات اللي موجودة في المنطقة ضالعة، مع شكون؟ مع منظمات إرهابية. وتوا اللي شادد التجارة هذه بما أنها هي الممول متاعه هو تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، هو توا اللي مسيطر. وتعرف سي مختار بن مختار توا بمستر مالبورو هو اللي مسيطر على التجارة هذه، وولت توا صراعات بين العصابات. في الجانب الآخر، كيف يتعامل المستهلك مع هذه السجائر المهربة؟ كيف برشا الناس؟ باكو شنو مار؟ فين تاع الجزائر؟ مش نجمو ناخذ أكثر من الدخان فين احنا؟ قداش تشري فيه؟ قلت له تشري 100. ساعات تلقى 20 مارس تلقاه مثلا تلقاه مضروب. كي تتكيف النكهة ما عادش تلقاها. تتكيف للضرورة وزات أوبليجي معناتها باش تتكيف وبرا وكاو. يعمل لك الكحل، بلغم، مطعم ماست، حاجات وكان يتوب علينا ربي خير. ها؟ كيم بط كيم بط مالي ما تكيف جمه؟ انت ما تكيف جمه؟ انا نتكيف ما جمش بط صحيح على غالب طبعا. انا كمستهلك وين نعرف عليه مضروب مش مضروب، لكن الماركة متاعو يكون زيري ونقولوا احنا او عدم الاشهار معناتها الماركة اجنبية بصفة عامة الاكثريتها فهمت يعني ياخو وقت وياخو كذا فهمت يعني ولي يعمل نداوي ولي مضروب ولي برشا حاجات. كيك هذيك الناس تخدم في خدمتها ولا أعلم يجيبوا فيه؟ مهربين فهمت يعني موجودين في أنحاء العالم كل، وما نجمش نتهم تقصير في لأنه عندنا مثل شعبي يقول لك اللي يسرق يغلب اللحاح. الناس كل تبيع فيه يوم الحماسة 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 حتى جماعة النصابة يبيعوا كلهم يبيعوا يقوم لك ما تلقاهوش تلقاه كامل حماس مهرب.
متكيف. 13 مليون تلقى ب 13 مليون مرخصة. قاعد يشتي فيها علاش؟ خاطر الشعب وصل لدرجة معينة وأنه فهمت ما عادش قادر باش يشتي بوك دخان ب 3000 وب 4000 وب 5000 وفيما أكثر. يقول لك أنا نشري بوك دخان، هو أنا مضرور مضرور نشريه، المهم يشتي فيه باش نتكيف. شنو شهريتنا احنا ترى؟ باش تكيف، احنا ناخذ في 400000، 400000 باش تعمل؟ باش تكري؟ باش تتوكل صغارك، باش تتوكل مرضك، باش تتوكل ولادك، باش تلبس؟ يقولوا يضر ويعمل حريق. يقولوا يضر، يقولوا يضر، انا هاني نتكيف فيه والله العظيم نعمل لي حتى شيء. عندي توا مدة عام. مضر مضر. نعم ما قلتوش مضر، بقى ما نجمش تبرط ما تنجمش انت. اما هو مضر. فكرينا بطل الدخان خير. ان شاء الله يهدينا ربي ونبطلوه. ما تكيفوش. هو كصحيح لازم نبطلوا الدخان الكل. سواء تاع الجزائر هذايا ولا اللي يجيب الدخان اللي يجيبوه فيه، شحال نبطلوك هاو واحد صاحب ساعد بطن قبل كل شيء. كانش عندك الفلوس تشري نتاع تونس معناها؟ اكيد اكيد، اما خي نتكيف نتاع بلادي نعرفه، ولا نتكيف نتاع الجزائر ونعرف عليه هذاك باش مخدوم، ترى نعرف عليه باش مخدوم، جيبوا هنا تكيفنا وكاو وقالوا به تكيفنا. ان شاء الله تقل الظاهره هذه. ان شاء الله احنا زاد نتمنى ندعي ليا ولا في سني كل يبطلوا الدخان وينحيوه، على خاطر فريمون عاده سيئه جدا وتضر بالصحه وتضر بالجيب وتضر بكل شيء. الملفت للانتباه أن السجائر المهربة ومقلدة الصنع أصبحت تغزو الأسواق وتباع على قارعة الطريق، وتعددت المنتوجات الأجنبية والمحلية دون رقيب، وأصبحت توزع بكل سهولة في مواقع التخزين رغم قيام أعوان حرس الديوانة بعمليات حجز لكميات مادة التبغ من حين لآخر، حيث تقدر ب 18 مليار سنة 2011 و 14 مليار سنة 2012 و 6 مليارات سنة 2013. اليوم وللأسف في ظل غياب الدولة نوجد أن كميات معناتها مهولة من السجائر المقلدة والمغشوشة واللي ما تتوفرش فيها شروط حد أدنى من شروط السلامة، لأنه هي حتى اللي هي مضرة في حد ذاتها، هي في حد ذاتها مضرة، وحتى اللي تلبي المعايير هي بدورها مضرة. لكن اليوم نشوف نحن أنه الظاهرة هذه في تفاقم كبير، والناس تتفرج، لا وجود لسلطة، لا وجود لمراقبة. أين هي وزارة الصحة؟ أين هي وزارة التجارة؟ لأنه البضائع هذه كان من المفروض قانونا أنها تحجز، هذا حسب قانون المنافسة والأسعار وحسب قانون حماية المستهلك، البضائع المقلدة ومجهولة الهوية تحجز ويتم إتلافها. ولقد طالت السجائر المهربة الأكشاك ومحلات بيع الفواكه الجافة التي تجاوز عددها 30 ألف محل بالبلاد التونسية. خويك دخان تزيري، الدجاج تزيري، والمنتير تزيري، هذاك ما كنتش مهربة. مهربة؟ مهربة. تخدموه أنتم ولا؟ ما نخدموش. ها؟ تخدموه أنتم؟ شوي شوي. قداش السوم؟ أسواق معناتها ياخذ ياخذ. إيه حسب تقريبي، توا 15 دينار، كم معناتها 12 دينار، 3000 هذا بالبر بالكرتوش القديم، ثم مارج نتاع ربح نتاع 2000 3 دينار. انت والكمية والسرعة هاي يشرو فيه تونسة اكثر واحد يشرو فيه، الليجار تونسي ولا الانتير تونسي ولا. لا لا الليجار الانتير لا ما فيهمش، لا هو موجود هذاك البين والليجوند والمالبور و... لا ثم حتى الانتير بنتير وليجير زيري هذاك ولا زيري يا لا لا هذاك مضروب برشا ماشي فيه تو ماشي فيه حد مضروب معناها فهمنا فيه مش من القبض مش من القبض اي في ك ما كنت تحطهم الزوز مع التونسي والزيري شو الفرق ما بينهم كواليتي نتاع تونس خير مضر معناها اكثر اي الاخر مضر اكثر.
هذه إحدى عمليات حجز سجائر أجنبية تم إدخالها للبلاد التونسية في مرحلة أولى ومحاولة تصديرها من جديد عبر ميناء رادس. سيد العميد، قمت بعملية حجز منها كميات من الدخان المهرب. احنا تو قدام كونتينر من هذه، ما اعتقد هي اللي تمت فيها العملية. كان فسرنا العملية كيفاش تمت وكيفاش قمت بعملية الحجز هذه. شكرا للتلفزة الوطنية. بالنسبة للعملية هذه متاع اكتشاف كمية كبيرة من الطبق المهرب، تمت بالصفة اللي باش نحكي عليها توا. نحن في العادة أي سلعة معدة للتصدير أو التوريد تمر آليا على أجهزة الكشف بالأشعة سكانير. بالنسبة للكمية هذه كان مصرح بها على أساس أني مصدرة، قامت بها مؤسسة لتصدير كمية من الرمان في اتجاه إيطاليا، ولدى مرورها على الأشعة الضابط اللي مكلف بجهاز الأشعة اكتشف اللي حوالي ثلث الحاوية هذه اللي تشوف فيها قدامكم فيها الصورة غير مطابقة لما هو مصرح به اللي هو على أساس رمان، داك نسموها نحن في اللغة التقنية سيلويت نو أوموجين. هكذا تتم عملية مراقبة عبر الأشعة أو ما يعرف بسكانير، حيث يحتوي ميناء رادس على 4 مراكز مراقبة بالأشعة. كنت فسرنا عملية المراقبة بالأشعة، احنا هون نتو في مركز المراقبة. نحن تو في وسط السكانير، في وسط التونيل متاع السكانير، هذه اللي قدامكم هي الجزء اللي يتحرك من السكانير، اللي يخرج منه ريون إكس ويتعدى على من المولد، من المولد الأشعة. في نفس الوقت الماكينة تتحرك. تسكاني الوحدات الشحن اللي موجودة في التونيل، وهما زوز وحدات تاع شحن. ومن بعد يتم ارسال البيانات هذيا ديسينيو هما، وتكون لنا التصويره اللي يخدم بها الضابط اللي موجود بالقاعه نتاع تحليل الصور. في الحاله هذيا دوك معناها نفتحوا الحاويه ونشوفوا شنو اللي فيها. باهي، التحريات نتاعنا دوك اثبتت اللي المؤسسه هذيا اللي قامت بعمليه التصدير هي مؤسسه واجهه لا غير، لاني صارت الكرياسيون تاعها في اكتوبر، وعملت عمليه وحيده قانونيه، وهذه العمليه الثانيه نتاعها دوك وقع جلب بالطبيعه بالتنسيق مع مصالحنا في اداره الحرس الديواني، وقع جلب الترانسبورتور الناقل، وقع جلب لو جيرون دو لا سوسيتي وكيل المؤسسه هذه اللي بحضوره هو تم فتح الحاوية، واكتشفنا في داخل الحاوية اللي هي من برا كتحل تشوف رمان، أما من داخل الحاوية حوالي ثلث أو أكثر شوية كمية كبيرة، كمية مهولة من الدخان المعد للتهريب. الكمية هذه إذا كان تحب أن بو دو بريسيزيون هي وقع تحديدها ب 10,000 كرتوشة، ما يسمى بكرتوشة الدخان، أي 100,000 علبة دخان. هم ثلاثة أنواع معروفين من غير سون بيبليسيتي، ثلاثة أنواع متاع الدخان في الحاوية هذه، وقدرة قيمتها بأكثر من نص مليار، 500 مليون. بالنسبة للتهريب متاع الدخان واللي قاعدين نكتشفوا فيها، خاطر ماهيش أول عملية شدوها، شدينا عدة عمليات بكميات أقل من هكا بيوسير، وذاكوا علاش ما كانتش ميدياتيزي. هي السيركوي هذا الدخان يدخل عبر الحدود البرية نتاعنا كسوا من الجزائر ولا من ليبيا، ويمر معناها تونس هي معناها بلاد عبور نتاع الدخان، ويتهرب للبلدان الأوروبية
باش يتباع بثمن اقل من الثمن الحقيقي للماركه هذه للي مارك اللي هما معناها دي مارك اللي معروفين، هما يشروا فيه في المهربين يشروا فيه بثمن زهيد جدا ويبيعوه في بطبيعه هذه كل حسب التحريات نتاعنا، يبيعوه في بلدان كيف فرنسا وايطاليا بما يساوي 7-8 مرات الثمن اللي يشريوا به. بالنسبه للكميات اللي يصير توزيعها في تونس، وهذا زاد موضوع مهم برشا، الكميات هذه هي الكميات معناها يصير بطبيعه هي كانت معده اساسا للتصدير، مي كي يلقاو صعوبات في تصديرها يولوا يخيروا باش يروجوها في تونس، وهما متاكدين اللي هما كي يبيعوها في تونس ما باش يربحوا اقل من يصدروها لايطاليا ولا لفرنسا ولا بقيه البلدان الاوروبيه. معناها الكميات اللي توا نشوفوا فيها في الاسواق واللي موجوده حقيقه في الاسواق واللي زملائنا في اداره الحرس الديواني يقوموا بحملات لضبط الكميات هذه، هي كميات في الاساس معده باش تكون مصدره للبلدان الاوروبيه. بالنسبه للكميه اللي عندنا تو في موضوع لافير هذه، هي في ابريمير فيو معناها الملاحظه الاولى هي دخان حقيقي غير مقلد، مي في اوضاع سابقه وسبق وان شدينا دي زافير اللي فيهم دخان مقلد، منهم كميات من الدخان التونسي المقلد اللي يحاولوا يصدروها على اساس اني مصنوعه في تونس، الور كو هي تصنعت في بلدان وخاصه في الجزائر، مع كل احتراماتي لاشقائنا اللي هم بيدهم يقوموا بعمل كبير، مع كل احتراماتي لهم في الجزائر او في ليبيا يقوموا بتقليد ماركه معروفه في تونس من غير ما نسمي الماركه هذه ويصدروها، يعرفوا برشا اللي الماركه هذه تستهلك بقوه خاصه في فرنسا، معناها كسوات توانسه المقيمين في فرنسا ولا العرب بصفه عامه مقيمين في فرنسا يسالكوا فيها على اساس انه دخان تونسي مصدر بطريقه شرعيه لفرنسا. ويبقى السؤال المطروح بعد اغراق الاسواق والمحلات التونسيه بالسجائر المهربه، هل اصبحت تونس منطقه عبور لهذه المنتوجات نحو بلدان جنوب اوروبا خاصه؟ وما هي مخلفاتها على خزينة الدولة ومدى استفادة المواطنين منها؟ وكأن اليوم نعيش في لا دولة، وبالتالي اليوم تونس وللأسف تحولت إلى ضيعات خاصة تحكمها هاللوبيات والمافيات متاع التهريب وللأسف، والصحة ما يكفيش معناتها اليوم الضرر الحاصل للخزينة العامة، وهذا الضرر هذا الدول العظمى معناتها واعية به إلى درجة أنها اليوم جندت البوليس الدولي، واليوم البوليس الدولي وضع استراتيجية لتحسيس الدول بكيفية مكافحة هذه الظاهرة. علاش؟ لأنه عندها تأثير، وقيموا التأثير متاعها على من ناحية الجبائية أن الخسارة اللي تتكبدها الدول اليوم العالم هي 41 مليار دولار، 41 مليار دولار هذه جباية فقط تخسرها الخزينة العامة متاع دول العالم. نحن وللأسف الأمر هذا لا ما يعني حتى واحد، اليوم الوكالة متاع التبغ والوقيد تمر بصعوبات خانقة جراء هالتفاقم الظاهرة هذه، ولا مبالاة به حتى واحد ما مهتم بها، معناتها نحن خاسرين من جهات الكل. لمزيد التقصي والتحري لمعرفة مصادر ومخلفات هذه الظاهرة ومن المستفيد منها، اتصلنا بالأطراف المسؤولة والمتضررة وأهل الاختصاص. ظاهرة التهريب تفاقمت بعد الثورة، في تقديراتنا حسب آخر دراسة في السوق بلغت حوالي 42%. الظاهرة هذه كنقول أن 42% من البيوعات متاع السوق من السجائر
الضرر بالنسبة لميزانية الدولة يتراوح بين 300 و 400 مليون دينار. بالتالي بما أنه السجائر فيها نسبة هامة من الأداءات حوالي 74%، النسبة هذه معناها تخلي المضاربين في السوق واللي يتعطاوا في عملية التهريب معناها ينتفعوا بأموال كبيرة. ممتهن هذا النشاط منخرط في شبكة كبيرة برشا متاع جريمة منظمة عبر الأوطان، عنده دعم لوجستي، عنده دعم مادي، من خلال الدعم هذا قاعد يقوم يتجر في البضائع الغير معناها المشروعة والتي هي حكر على الدولة. لكن خلينا نقول بعد الثورة خذت منعرج آخر باعتبار اللي كانوا قبل الثورة المهربين هم مهربين عاديين، يعني يشتغلوا في السيركوي هذايا، يهربوا السجائر ويهربوا الكحول ويهربوا حتى المواد الغذائية. بعد الثورة السيركوي متاع التهريب ولا مقسوم على اثنين، المهربين الجدد والمهربين القدامى. المهربين الجدد هذوما عندهم صلات بشبكات الإرهاب، مش الكل أما جزء منهم، وهذا شفناه في تونس عبر إدخال الكثير من المواد الممنوعة، ماهوش السجائر فقط الغير قانونية، وثم حتى سجائر مضروبة يعني انتهت يعني صلاحيتها وتدخل إلى البلاد. وهل السيركوي الجديد، هل المهربين من النوع الثاني، فاش تظهر ربما المشكلة متاعهم في أنهم يهربون كل شيء بما في ذلك السلاح. ثم معلومة هامة جدا هو حجم التجارة هذه بالنسبة لشمال إفريقيا، قدرها الخبراء بما يقارب مليار دولار. هذا الحجم متاع تجارة السجائر المغشوشة والمقلدة في شمال إفريقيا، ما يقارب مليار دولار، وأنا نتصور وأنه المبلغ يفوق المبلغ هذا بكثير، باعتبار وأنه هالتجارة هذه وهالجرائم هذه في الحقيقة هذا جريمة وجريمة خطيرة وجناية. الجرائم هذه تدخل في خانة الجرائم السوداء اللي من نجموش نتحصلوا بخصوصها على إحصائيات دقيقة. الشبكات هذه اللي تنشط في قطاع التقليد تهدف بالأساس إلى إدخال هذا النوع من البضائع، باعتبار كونه يعرفوا اللي السوق هذا حكر على الدولة. وشو اللي يصير في الإطار هذا؟ نأخذ مسألة مثلا السجائر وإدخالها، كيفية إدخالها إلى تراب تونس. هو رأوا الاقتناء متاحة بش يكون ديما عادة عبر المدينة الصناعية الكبرى اللي معروفة في دبي، اللي هي معناها ما يعبر عنها بتشاينا مول. تشاينا مول فيها أنواع الكل متاع السجائر، وتشاينا مول يدخلوا بها للصحراء الليبية، ومن الصحراء الليبية يتم إدخالها إما إلى تراب التونسي أو ادخالها الى القطر الجزائري ثم اعاده ادخالها الى التراب التونسي. هذه الشبكه وهذه المناهج المعتمده قاعده تسير بطرق غير دون المرور عبر المعابر النظاميه. المصادر نتاع المنتوجات هذه معروفه، خاصه على مستوى مناطق في البلقان، في الخليج العربي، في الصين. والمنتوجات هذه بحكم انها ما تخضعش للمواصفات الصحية المطلوبة، النوعية متاعها متدنية، ومن نوعية متاع طبوغ معناها تنتج بأرخص الأثمان، بالتالي حتى من ناحية التخزين متاعها والمراقبة الصحية ما تخضعش حتى مراقبة صحية. هذاك علاش احنا نصدر بلاغات في عديد المناسبات باش ننبه المستهلك من المنتوجات هذه اللي تروج في السوق بطريقة غير قانونية. إذا كان أيضا ربطناها بالمحيط الإقليمي يعني المغرب العربي، نعرف اللي مثلا في المغرب العربي الجزائر عندها مهرب وإرهابي كبير يعني اسمه مختار بالأعور أو مختار بالمختار، هذا يسميوه في الصحف الأوروبية والعربية بمسيو مربورو، السيد مربورو، لأنه هو مختص في تهريب سجائر المربورو. وعلاش هما هاته التيارات المتشددة؟ ما قالوش مسيو فامارس ولا في مربورو، لانه
هو من السجائر التي تدر أرباح كبيرة. إذن حتى المهربين من الصنف الثاني اللي يتعاملوا مع الشبكات الإرهابية ما هربوش الليجية. كيف يهرب لك يعني كلاشينكوف يربح فيها مئات الدنانير، وكيف يهرب لك يعني السجائر الفاخرة يربح فيها أكثر من السجائر العادية. وبالتالي دخل السيركوي بتاع السجائر ولا معناها ما هوش فقط بعد وطني، بل هو أيضا بعد إقليمي يعني مغاربي وأحيانا دولي. مست عملية تهريب منتوجات محلية بحكم أنه تم تقليد منتوجات محلية المروجة في السوق المطلوبة، ويعرفوا أنه النقص هذايا ممكن أنهم يقلدوا نفس المنتوج، ولكن المستهلك اللي يعرف المنتوج بتاعه ربما يحصل باش يشري في مرة أولى المنتوج، لكن ما عادش يرجع للمنتوج هذاك بحكم أن الجودة بتاعه مش نفس الجودة بتاع المنتوجات المحلية. هذا سجلناه في زوز أنواع من السجائر التونسية. فينكم؟ فينا. صحيح، هو راهو المجهودات متاعنا موجودة، وسواء كان على مستوى المكلفين بالمراقبة الآلية أو المراقبة الحينية في المعابر النظامية سواء كان بحري بري أو جوي، وعنا الدور الثاني اللي يقوم به الخط الثاني المكلف بمراقبة جولان البضائع المتمثل في الإدارة، إدارة الحرس الديواني كإدارة مركزية عبر انتشار الوحدات متاعها، اللي عنا 7 وحدات فبني منتشرة على كامل التراب الديواني تقوم بالمهام مراقبة الجولان. في الحقيقة الدور متاعنا ما كانش يظهر وما كناش نبرزه للي شيء، لأنه ديما النشاط متاع ممتهن التهريب فيه 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 شبكة منظمة، وكي يقوموا بعملية لابد من وصلت وكتمان عملية الأبحاث متاعنا باش نكشفوا على الشبكة وتورط العديد من الأطراف في هذه العملية. دورنا مجهوداتنا مبذولة، ونعطيك إحصائيا معناها سواء كان سنة 2012 و2013 و2011 كيفاش التطور متاعنا خاصة في مكافحة مادة الطبق، مادة السجائر المعسل ومادة السجائر والمعسل والجراك، كيفاش تصدينا لعديد منها وإحباط عديد من العمليات. نعطيك معناها إحصائيين، مثلا سنة 2014 في شهر أفريل قمنا بحجز كمية كبيرة برشا 56,350 خرطوشة سجائر، معناها بقيمة حسب السوق المحلية فاتت 2 مليار دوات و141,300 مليون. معناها شوف القيمة هذه متاع الحجز اللي قمناه في هذايا، وهنا نثمنوا المجهود اللي قاموا به أعواننا اللي منتصبين في المكتب الحدودي لحرق الواد الشمالي. هذا واحد. اثنين، سنة 2014 توا قمنا بعملية وتم معناها بفتنة وحنكة أعوان الديوانة بالتفتن للمخابأ اللي أبدعوها واللي خلقوها المهربين باش يخفيوا فبني البضاعة هذه المتمثلة في 500,000 خرطوشة، الكمية 403 خرطوشة حسب التقرير بقيمة 11,781,820 مليون. معناها تصور انت معناها القيمة هذه، هذا راهو هذوما نجم نقول لك هذايا راهو في إطار العمل الروتيني متاعنا، فما هذه من الكميات الكبيرة نفسحوا عليها ونقوموا ب معناها بيان سور لي كومبليمون دونكيت نتاعنا، مزيد البحث والتحري باش نكشفوا على الشبكه الكلها المنخرطه في هذا المجال. بطبيعة الحال المداخيل نتاع هذا التهريب نتاع السجائر يعني نجم نقولوا الفاخره، هو بالنسبه للصنف الثاني من المهربين المرتبطين بالارهاب هو يمثل اصبح يمثل مشكله امن قومي، باعتبار أنه أكل فلوس هذيك ماشية لتمويل صفقات متاع أسلحة لانتداب إرهابيين للقيام بعمليات إرهابية، ومن هنا يصبح واجب الدولة سواء في تونس أو في الدول الإقليمية أنها تنسق كما تعمل في المخابرات والاستعلامات، تنسق حول الأسلحة وتنسق حول طبيعة الإرهابيين وتسللهم، أيضا يجب أن تنسق حول مآل هذه التجارة. هذوما ناس ما ينشتوش وحدهم، هذوما ناس عندهم ارتباطات أخطبوطية والكل يصب في بعض وينجموا يمولوا حتى حروبات داخل الدول وينجموا يقلبوا أنظمة.
لكن هل أن المواطن يستهلك في سيجاره في سيجاره في باكو بدينار ويسترخص يعرف الفلوس هذيك ولا المظاهر هذيك ولا الفلوس العائدات المالية هذيك ماشية في هو المواطن العادي غير واعي على خطر له هو كان جاء واعي بالخطورة كان أول حاجة يعملها هو أنه يحمي الصحة متاعه وما يستهلكش وما يساهمش في تنمية الجريمة المنظمة والجريمة عبر الوطنية هذا يدور السلطات الحاكمة ودور الإعلام يزم يقوم بالدور متاعه في هذا المجال والمواضيع هذه ما يزمهاش تبقى صناديق سوداء في إطار معناها الجريمة المنظمة عبر الأوتان هل الشبكات هذه تنشط بمال كبير برشا لأن هذه التجارة التي تدر أموال كبيرة لا تدفع للدولة هي تمر عبر قنوات غير شرعية ثم أيضا تذهب إلى تيارات ويعني ربما مجموعات اللي هي تتعامل مع الإرهاب ما نقولش كل اللي يتعاملوا في التهريب السجائر يتعاملوا مع الإرهاب لكن اثبت أنه جزء منهم يتعاملوا مع الإرهاب وهذاك علاش يلزم يقع الاهتمام به بشكل أكثر من السابق هو الثابت وأنه الخسارة اللي تكبدتها توا الخزينة العامة إلى حد الآن تفوق 1000 مليار هذا ثابت إلى حد الآن لأنه الظاهرة مش هذه الظاهرة مش هاليوم هذا ثابت وأنه فاتت تفوت 1000 مليار لكن اليوم وللأسف ما نعيشوش نحن اليوم في دولة المواطنة أو دولة القانون لأن المعلومات اليوم مخفية وكأن الأمر يتعلق بجريمة وللأسف حتى نحن ما عناش الأحصائيات مخفية وحتى القانون المتعلق بتوزيع هذه المادة اليوم مخبي ويرجع إلى عهد الباي كان من المفروض وأن هالقوانين البالية هذه راجعوها وكان من المفروض أن الإحصائيات اللي تتعلق بهالمادة هذه كان من المفروض أنها توضع على شبكة الانترنت وتوضع على ذمة العموم لأنه معنا من خبوا مسألة يبدو لي مشها خطيرة ما تمسش بالأمن القومي وأنا بيدي نتسائل اليوم اتصلت بعديد الجهات اللي هي عندها علاقة بالمجال واليوم غير قادرة أنها تمدنا بإحصائيات دقيقة وبأرقام تتعلق مثلا حتى بحجم التجارة هذه في تونس نوجد إحصائيات تعطيهمنا منظمة الصحة العالمية على مستوى دولي وإقليمي وما نوجدوش على مستوى محلي المعلومة يتكتم عليها أمر غريب أمر غريب ومشني عارف أنا هالدستور الواش تعمل ومشني عارف المرسوم عدد 41 لسنة 2011 يتعلق بحق النفاذي للمعلومة مشني عارف زاد الواش تعمل الضرر بالتالي مش كان الميزانية الدولة العائدات متاعها حتى على القطاع لأنه بالنسبة للمنتوجات اللي تروج في السوق بالنسبة للمنتوجات المحلية فما تقلص في البيوعات متاع السجائر اللي الأسعار متاعها في حدود دينار و500 بالتالي الكميات المنتجة على مستوى الوكالة وإلا مصنع التبغ بالقيروان تقلصت عديد الدراسات البنك الدولي يعمل دراسة الديوانة عنا دراسة لكن دراسة متاعنا هي الأقرب إلى محك الواقع لأنه نحن نقوم بحجوزات ونقيم الأموال والأموال الضخمة في الحجوزات اللي تم ضبطها في مادة معناها تهريب السجائر تقريبا في سنة 2014 نعطيتك توزوز عمليات أما في حدود معناها فبني 20 معناها في حدود نجم تقول وصلنا 23 مليار تقريبا معناها من سنه 2014 الى سنه معناها من اول سنه 2014 الى موفى شهر هذا فبني معناها عمليات فما في اطار العمل الروتيني نتاعنا نسدوا ونشدوا الكرتوشه 2-3 فما الحملات اللي يقوموا بها مشتركه مع اداره معناها قوات امن الداخلي ووزاره التجاره وهنا بالمناسبه نحب نحيي كل المتدخلين في عمليه مكافحه التهريب سواء كان من جيشنا الوطني الباسل او قوات امن داخلي سواء كان شرطه او حرس وكذلك معناها وزاره التجاره المتمثله في الفرقه القوميه للمراقبه الاقتصاديه
من ضمن الأسئلة التي حاولنا الإجابة عنها، هل يخضع هذا المنتوج إلى تحاليل مخبرية حول تركيبته والمواد المستعملة والتقديرات المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية؟ المواد هذه اللي هي نقولوا احنا بتاع السوق الموازي هي مواد غير مراقبة، لا مراقبة في حتى مرحلة من الانتاج حتى لين دخلت لتونس، وهي ماهيش مراقبة، ما عدنا عليها حتى فكرة، على خاطر احنا السجائر نضع فيها العديد من العينات التبغ والعديد من المواد الصحية كلها احنا المطابقة للمواصفات الصحية. اذا هذه السجائر اللي تجينا من برا ما عدنا عليها حتى فكرة، حتى وقت اللي نجيو باش نحللوها ولا باش نعملوا لها اختبارات بعد ما دخلت لتونس ما نجموش نقولوا هل هي صحيه ولا غير صحيه. حاولتوا ما نعرفش هذا السؤال، عملتوا شي دراسه ليها العينات هذه؟ حتى كي نعملوا دراسه ليها ما نجموش نعرفوا شنو اللي فيها، على خاطر المواد اللي المنزاده ليها ما نعرفوش عليها شنو هي النوع نتاعها، من شنو مصنوعه، هل هي مواد صحيه هل هي غير صحيه، هل انه هناك نوعين تبغ معين او نجم تكون حتى مش تبغ اللي فزتها، نجم يكون حتى الله اعلم اي نوع من الحشائش الاخرى، يعني مش الحشائش، يعني نقول احنا الورقه يعني نبته اخرى، يعني نجم يكون نعم. وهذاك جربنا مره ولقينا يعني نبته غير يعني غير التبغ مستعمله في صناعه السجائر، نبته اخرى خارجه جمله خارجه جمله. نحن كدورنا باش نصداو وباش نكونوا بالمرصاد لكل من توسوس له نفسه باش اولا يضر بصحه المواطن التونسي، واحد اثنين، نحن دورنا باش نصداو باش نكونوا بالمرصاد لكل من توسوس له نفسه باش يخرم الاقتصاد الوطني نتاع البلاد، وثلاثه، الدور الكبير اللي لازم تقوم به هنا وهنا نديو به وسائل الاعلام باش تنادي ب عدم إقبال المواطن على اقتناء المواد المهربة، ولو حتى بلاش ما ناخذوش، لأنه يزم يعرف المواطن المهرب اللي هذا نوع من السم، والسم هذا يراه يؤدي إلى الموت البتي. وحاجة أخرى، البضائع هذه اللي قاعدة تدخل معناها للبلاد فيها ضرر كبير ياسر 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 حتى على مكتوب المواطن. أنت كي تمشي تشري باكو ويسبب لك في أمراض راك باش تصرف أكثر منه، باش تصرف اكثر منه في الامراض اللي باش تكون ماهيش معناها باش تكون كنتيجه او كانعكاس معناها لاقتنائك واقبالك على اقتناء هذه المواد. وذاك علاش النديو وخينا انتم العالميين باش تكونوا معناها كيفاش يقولوها تعملوا منابر تحسيسيه وتوعويه لمخاطر اقتناء هذه البضائع اللي راهي تهدد الموارد البشريه نتاع البلاد نتاعنا. السلع اللي تدخل لليبيا واللي تجي جزء منها من تونس او من بلدان افريقيه او مغاربيه اخرى 80% منهم يتعدى عبر البوابه الجنوبيه في الجزائر ويمشي لدول الساحل الافريقي، تشاد والنيجر ومالي. اذا ثم 80% من المواد المهربه، وهذا خرج في بعض التقارير انه يخرج يعني يتعدى على ليبيا ويمشي الى بلدان الساحل الافريقي. وهذا ايش معناها يقولوا 80%؟ معناها ان ثم اموال كبيره تضخ وتدخل في جيوب بعض مهربين المرتبطين بالارهاب. شنو الحلول؟ ما الى حد الان ما ريناش حلول جديه لمكافحه هذه الظاهره، على الرغم من انه اليوم معناتها يتباع اليوم في الشوارع الكبرى السجائر المقندة تباع، مش احنا توا كان جات تهرب وتباع في معناتها خلسة الاماكن محدودة لهنا نتفهمه، اما لهنا تهرب وتهرب ما نتصورش اللي هي جي من السماء والا تطلع من تحت لوطا والا ثم جنون داخلين في العملية هذه، ما نتصورش
يبدو لي البضائع تهرب عبر معناتها الطرقات اللي هي معلومة ومراقبة وفي شاحنات. إلى جانب غزوة لأسواقنا الداخلية أصبحت منها من تونس منطقة عبور من التزويد بها أيضا هذا يدو موجود. وثم زاد باحثين ودارسين يأكدوا وأن ثم في أوروبا الشرقية ثم مصانع تخدم في تصنع في السجائر المقلدة والمغشوشة. المواطن يلزمه هو يكون الأنا في ذاته هو الأنا الرقيب، يلزمه هو يراقب نفسه. ثم قانون باش نحنا باش نتصدوا لهذه المظاهر، والمواطن يلزم يكون زاد هو بالعملية متاعه في الانخراط في عدم اقتنائه باش يوفر لنا لنحنا مجال اللي باش نراقبوا على مستوى الحدود وعلى مستوى الجولان وعلى نبداو متهنين على السوق متاعنا اللي نعرفوا راهو المهرب كي باش يحط البضاعة متاعه ماش حتى حد باش يشري هذه. للأسف لا تخضع هذه المنتوجات المهربة للمراقبة الصحية من كافة الجهات المعنية بالقطاع الصحي، وما يمكن أن تخلفه هذه السموم المستعملة من أعراض صحية وأمراض سامة على المستهلك التونسي، وتبقى مجهولة الصنع والمصدر. الظاهرة هذه أضرت بالقطاع من ناحية صناعية وأضرت بالتالي بعائدات ميزانية الدولة. الكريستال ما ضميش وما نعرفش منين تبيع مرشنوار الكريستال برحة مصد القارة قابل تلقى عنده مثلاً 300 رخصة يبعثوا له 10 كرات من الكريستال، شنو تحبوا يعمل؟ تعال نشري مرشلوار، علاش نشري بيه مرشلوار؟ خاطر هذا يبدا عنده الفلوس يطلع للكيف يشري لأمريكا، وعنده شكون يأمن له الطريق؟ وعنده شكون يأمن له الطريق؟ يجيب يبيعوا مرشلوار زاد. كان دراه فما قمرت يخدم ب 300 باكو وليجير كيف ما حبش يشري الجمعة. خليني نكلمه. هو حماس برك سمح لي من أصلاً. هو حماس برك يجيك بشي هذه السلعة يقول لك أعطيني 200 باكو. تبيعه تحت الحيط لهنا. حماس كده مشي له. قول له تبيع هكذا تبيع كيف 300 300 200. قول لك ليش نبيع من القمر 300 900 و300. لا لا لا. هذا ربح 100 و200. يوفر الدولة كيتوفر الدولة تحت 150 ريال كيتوفر الدولة تديرش السوم والعاد مش تنحر المرشنوار خطر اللي فات الدولة ماهيش مدفرة السلعة دونك المرشنوار ماهوش باش يزيد